بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة التعليم الفني الصناعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة على قناتنا، قناة مصر للتعليم الفني. حلقتنا النهاردة مخصصة لطلبة الصف الثاني تريكو آلي، وهنبدأ مع بعض النهاردة أولى حلقاتنا في مادة جديدة ما خدناهاش قبل كده، هي مادة الخامات. خدنا مع بعض مادة التراكيب، وخدنا المقايسات، وخدنا المعدات، وتعرفنا على الرسم الفني، يعني خدنا فكرة تقريبا عن معظم المواد. لازم برضو ناخد فكرة عن مادة الخامات. مادة الخامات تعتبر من المواد الأساسية معانا في سنة تانية، واللي بدأناها من سنة أولى. بدأنا من سنة أولى وخدنا الخامات الطبيعية كلها، قطن، كتان، حرير، فبران، خدنا فسكوز، وخدنا كمان رايون الفسكوز ورايون الأسيتات. هنكمل مع بعض، يعتبر هو تكملة للي احنا خدناه في سنة أولى، وهناخد الألياف بتاعتنا، الألياف الصناعية التحويلية. احنا عندنا بدأنا بالتحويليه، الياف صناعيه تحويليه، وبعد كده هنكمل الالياف الصناعيه التخليقيه. طب هو منهجنا احنا بيتكلم عن ايه؟ اول حاجه عن الالياف الصناعيه التحويليه عن خامتين اساسيتين. ايه هما الخامتين؟ هما رايون الفسكوز ورايون الاسيتات، وهما دول اللي احنا هنبدا بيهم النهارده ان شاء الله في حلقتنا. نبدا مع بعض كده. هنبدا اول حاجه عندنا ماده اسمها ماده الخامات النسيجيه، زي ما انا قلت، اللي هي التكستايل فايبرز. عايزين نعرف يعني ايه معنى كلمة خامة. معنى كلمة خامة نسيجية، معنى كلمة خامة نسيجية هي جميع الشعيرات التي يمكن تحويلها عن طريق عملية الغزل الى خيوط. طب هل معنى كده ان اي شعيرات في الدنيا انا ممكن احولها عن طريق عملية الغزل لخيوط؟ لا طبعا. يعني انا لو خدت شعرة الرأس مثلا وقلت ان انا ينفع احولها لخيوط؟ لا طبعا ما ينفعش، لان لازم يكون ليها مواصفات، والمواصفات دي احنا خدناها في سنة اولى. زي ايه المواصفات؟ زي طول الشعيره، الدقه، المتانه، المرونه، الاستطاله، كل دي مواصفات يجب توفرها في الشعيره عشان اقدر اغزلها واعملها خيوط. طيب يبقى معنى كلمه خامه نسيجيه هي مجموعه من الشعيرات، زي ما اتفقنا ان مش كل الشعيرات اقدر اعمل لها عمليه غزل واحولها لخيوط. طبعا احنا بنحولها لخيوط عشان نستخدمها في حاجتين، يا اما النسيج العادي يا اما نسيج التريكو. طبعا احنا عندنا بنستخدم خامات كتيرة جدا في أقمشة التريكو. طيب يبقى معنى كده، معنى كلمة خامة نسيجية هي جميع الشعيرات التي يمكن تحويلها بواسطة عملية الغزل إلى إيه؟ إلى خيوط ثم إلى أقمشة. يعني احنا بنعملها خيوط الأول وبعدين بنحولها إلى أقمشة، وزي ما اتفقنا لازم يكون ليها مجموعة من الصفات أو مجموعة من الخصائص عشان أقدر أحولها من خيوط الى اقمشه، واقدر من البدايه ان انا اعمل لها عمليه غزل. طيب نكمل مع بعض ونشوف التقسيم العام للخامات بتاعتي. اول حاجه عندي هي الخامات الطبيعيه اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت. الخامات الطبيعيه دي كانت بتشمل ايه؟ كانت بتشمل خامات نباتيه يعني مزروعه، زي القطن والكتان. خامات نباتيه يعني اتزرعت، جايه من نبات. خامات نباتيه مثل القطن والكتان. وعندي كمان من الخامات الطبيعية خامات حيوانية. يعني ايه خامات حيوانية؟ يعني الاساس فيها حيوان، زي الحرير والصوف. طبعا احنا عارفين الحرير بيتاخد من دودة الاز، اما الصوف ده بيتاخد من على ظهر الابل او الماعز او الخرفان. طيب عندنا اخر حاجة عندنا في الخامات الطبيعية هو الخامات المعدنية. خامة معدنية مثل الاسبستوس. ايه الاسبستوس ده؟ ده معدن يمكن غزله وتحويله الى خيوط. يبقى اول حاجه عندي في التقسيم العام للخامات بتاعتي او الخامات النسجيه هي الخامات الطبيعيه. قلنا ان الخامات الطبيعيه بتشتمل على ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات عندي اللي هنتعرف عليهم؟ خامات نباتيه زي القطن والكتان يعني بتتزرع، خامات حيوانيه يعني بتتاخد من حيوان زي الحرير والصوف، وكمان خامات معدنية مثل الاسبستوس. طيب نكمل مع بعض وهنلاقي رقم ب هي الخامات الصناعية. الخامات الصناعية هي الخامات التي تحضر صناعيا وتنقسم الى قسمين. ايه هما بقى القسمين بتوعي دول؟ اول قسم عندي خامات عضوية وخامات غير عضوية. طب معنى كلمة عضوي ايه؟ يعني ايه عشان اقول ان الخامة دي عضوية؟ بيقول لي معنى كلمة عضوي معناها دخول عنصر الكربون في تركيب الألياف. يبقى أنا علشان خاطر أقول إن الخامة دي صناعية وعضوية يبقى لازم يكون عندي عنصر الكربون.
يبقى احنا خدنا اول حاجة في التقسيم العام للخامات بتاعتي، خدنا الخامات الطبيعية، اول حاجة عندي الخامات النباتية اللي هي بتتزرع اللي احنا قلنا عليها زي القطن والكتان، خدنا كمان الخامات الصناعية الحيوانية اللي بتتاخد من حيوان زي دودة الأزفة، فبناخد منها الحرير والصوف والمهير والكشمير، وكل ده بيتاخد من على ظهر الإبل أو الماعز أو الخرفان، عشان كده الأساس فيها حيوان. وتالت حاجة في الخامات الطبيعية هو الخامات المعدنية اللي هي أساسها معدني زي الإسبستوس. طب إيه الخامات الطبيعية دي اللي هي من صنع الله لا يتدخل فيها بشر؟ يبقى دي خامات ربنا هو اللي خلقها لنا، بنبدأ احنا نصنعها لكن دون تدخل مننا. طب امال ايه الخامات الصناعية؟ عندي الخامات الصناعية مقسومة الى جزئين اساسيين، عضوي وغير عضوي، واتفقنا ان الخامات العضوية هي التي يدخل فيها عنصر الكربون. طب نكمل مع بعض ونبدأ عندنا بالالياف الصناعية. ليه انا بدأت بالالياف الصناعية؟ لان هي دي منهجي، كل اللي انا اتكلمت عنه ده احنا خدناه خلاص اوريدي السنه اللي فاتت، لكن احنا بدايه منهجنا بالالياف الصناعيه التحويليه، الياف صناعيه وتحويليه زي ايه؟ زي رايون الفسكوز ورايون الاسيتات. يعني معنى كده، طب وايه معنى كلمه، حد يقول لي يعني ايه معنى كلمه شمس الياف صناعيه وتحويليه؟ يعني معنى كده هي احنا حولناها لكن كان فيها اساس طبيعي، يعني انا اخدت اساس من الطبيعه وبعد كده عملت له عملية إضافة مواد كيماوية حولته صناعيا للحاجة اللي أنا عايزاها. لكن لو أنا قلت خامة صناعية تخليقية يبقى معنى كده إن كلها أنا اللي مصنعاها، كلها صنع. زي إيه؟ زي عديد البولي، عديد البولي إستر، البولي أكريليك، البولي أمايد، ودي حاجات هناخدها بعد كده. يبقى أنا عندي أول حاجة في الألياف الصناعية هي إيه؟ ألياف تحويلية مثل رايون الفسكوز ورايون الأسيتات. طيب والالياف التخليقيه، اتفقنا ان الالياف التخليقيه هي كلها انا اللي بصنعها من الالف الى الياء، مثل عديد الاستر وعديد الامايد وعديد الاكريليك اللي احنا بنقول عليه البولي استر والبولي امايد والبولي اكريليك. طيب عايزين نعرف احنا هندرس ايه، او ايه هي النقط اللي احنا هنتكلم عنها. اول حاجه هدرس رايون الفسكوز، هدرسه من ناحية ايه؟ اول حاجة المصادر، يعني هاخد ايه هي مادة الاساس بتاعته، وبعد كده هاخد الخواص الطبيعية والخواص الكيميائية، وممكن اضيف في الاخر استخدامات. يبقى انا عندي الاساس هو مين؟ ايوة المصدر، مصدر الاساس بتاع الخامة بتاعتي، وبعد كده هدرس الخواص الطبيعية. كل خامة احنا عارفين انها ليها خواص طبيعية وليها خواص كيميائية. خواص طبيعية يعني دي الحاجات او الخواص اللي فيها من صنع الله اللي دون تدخل البشر، والخواص الكيميائية اللي احنا عايزين نعرفها لما تتفاعل بقى مع الأحماض، اما تتفاعل مع القلويات ايه اللي هيحصل، كمان لو احنا ضفنا مادة مؤكسدة، لو احنا ضفنا مادة تبييض، كل ده هنعرفه من الخواص الكيميائية بتاعتي. كمان عايزين نعرف بتمتص المية ولا ما بتمتصش، كل ده من خواصها. تمام خلاص. طب وبعد كده كمان، لا هناخد كمان نبذة عن استخداماتها، عايزين نعرف برضو الخامة دي انا ممكن استخدمها في ايه. يبقى انا عشان ادرس اول حاجة رين الفسكوز هندرس المصادر اللي هو الاساس بتاعي، وهناخد مجموعه من الاسئله واحنا شغالين. يبقى هبدا بالمصادر، وبعد كده هاخد الخواص الطبيعيه، وكمان هاخد الخواص الكيميائيه. طب نكمل مع بعض ونبدا اول حاجه عندنا بمصادر رايون الفسكوز. مصدر الاساسي لرايون الفسكوز هو مين؟ لب الخشب، هو الماده الخام المستخدمه في تحضيره، يعني معنى كده ان ماده اللب الخشب ده هو ماده السيلولوز الطبيعيه الاساسيه، واللي انا بعد كده ضفت عليها بعض المواد الكيماويه عشان اطلع رايون الفسكوز. طيب ويجي لي هنا سؤال ويقول لي علل، يستخدم لب الخشب في تحضير رايون الفسكوز، اشمعنى لب الخشب اللي انا هستخدمه في رايون الفسكوز؟ ما انا لو عايزه حاجه سيلولوز انا عندي حاجات كثيره جدا ممكن اخد منها السيلولوز، اشمعنى لب الخشب؟ معنى كلمه علل يعني اذكر السبب. ايوه هرد انا واقول ايه؟ لان الخشب مصدر رخيص لماده السليلوز، يبقى السليلوز عندي اللي موجود في الخشب، والخشب ده مصدر ايه؟ رخيص الثمن. يبقى انا دايما في شغلي بدور على الخامه اللي انا مش هصرف عليها كتير، يبقى بدور على رخص الثمن. طيب اول حاجه عندنا هي مواصفات رايون الفسكوز. اول حاجه في مواصفاته
سائل لزج. يعني ايه لزج؟ يعني تقيل، ما هوش ميه خفيفه زي الزيت كده. الزيت برضو سائل لزج، يبقى زي الزيت كده فيه ايه؟ لزوجه. سائل لزج لونه برتقالي، يبقى لون السائل ده ايه؟ ايوه لونه برتقالي. وبزياده الصودا الكاويه تقل من اللزوجه، يعني احنا كل ما ازود صودا كاويه بقلل من اللزوجه. لو انا عايزاه خفيف، عايزه لزوجته قليله، ببدا ازود في صودا كاويه. طب انا عايزاه تقيل، يبقى انا بقلل من الصودا الكاوي. طيب دي كانت اول حاجه عندي، هي ان هو لزج ولونه برتقالي. الحاجه الثانيه او الصفه الثانيه اللي فيه، ذو رائحه كبريتيه. واحنا عارفين طبعا ان الرائحه الكبريتيه دي رائحه نفاذه، يبقى ذو رائحه كبريتيه. عندي بعد كده رقم 3، يتقلص باضافه الاحماض والاملاح. يتقلص بإضافة الأملاح والأحماض. طيب أول حاجة بعد كده هناخد التركيب التشريحي. يبقى احنا الأول خدنا صفاته وقلنا إن من المواصفات بتاعته، أيوة، إن هو سائل إيه؟ لزج، لونه برتقالي، وبقلل من لزوجته بإضافة الصودا الكاوية. خدنا كمان إن رائحته كبريتية. طيب عندنا التركيب التشريحي، القطاع العرضي لرايون الفسكوز ماله بقى؟ غير منتظم وبه التواءات وانسناءات. تاني التركيب التشريحي، ناخد بالنا لان التركيب التشريحي ده هو اللي هيأثر لي بعد كده على الخواص الطبيعية بتاعتي. يبقى الخواص الطبيعية بتتأثر بالتركيب التشريحي. التركيب التشريحي عندي قلنا ايه؟ القطاع العرضي لرايون الفسكوز غير منتظم وبه التواءات وانسناءات. طيب نكمل. طب عايزين نعرف بقى وجود هذه الالتواءات عملت ايه؟ ما احنا اتفقنا ان احنا الخواص دي هتأثر لي بعد كده فيها، او التركيب التشريحي هيأثر لي في الخواص. بيقول لي وجود هذه الالتواءات تزيد من نعومة ومرونة الألياف. يبقى معنى كده ان الالتواءات اللي موجودة دي عملت لي ايه؟ زيادة في نعومة ومرونة الألياف. ده شكل القطاع العرضي لخامة رايون الفسكوز. لو احنا بصينا كده هلاقي فعلا في انسناءات كتيرة جدا وانحناءات موجودة زي ما احنا شايفين في القطاع العرضي بتاعه. كل الانسناءات دي اتأثر معايا زي ما احنا قلنا ان هي اثرت لي في المرونة وفي المتانة بتاعة الشعيرات. طيب يبقى احنا هنا بدأنا برايون الفسكوز، وقلنا اول حاجة عندي رايون الفسكوز ده يعتبر من الايه؟ من الخامات الايه؟ الصناعيه الايه؟ التحويليه. تحويليه يعني ماده الاساس فيها سليلوز، واتفقنا ان السليلوز بتاعنا خدناه من مصدر رخيص اللي هو مين؟ لب الخشب. تمام؟ وبعد كده خدنا ليه مواصفات، ايه هي مواصفاته؟ قلنا ان هو سائل لزج لونه برتقالي، وقلنا لزج زي الزيت كده ما هو فيه لزوجه. ورغم عن ذلك لو انا عايزه اقلل من اللزوجه ممكن ازود في الصودا الكاوي. وقلت كمان ان من خواصه ان لونه برتقالي، يبقى لونه ايه؟ برتقالي، يبقى لزج ولونه برتقالي وله رائحه كبريتيه، والرائحه الكبريتيه دي احنا اتفقنا انها رائحه ايه؟ نفاذه. تمام. وقلنا كمان هو بيتقلص باضافه الاملاح والاحماض. وبدانا بالخواص بتاعته وبدانا بالتركيب التشريحي، وقلنا ان القطاع العرضي بتاعه زي ما احنا شايفين في موجود عندي فيه ايه؟ انسناءات والتواءات، طبعا دي اثرت لي في الخواص بتاعة رايون الفسكوز. طب نبدأ بقى ونكمل اهو. ناخد اول حاجة عندنا في الخواص الطبيعية اللمعان، اللي احنا قلنا اكيد القطاع العرضي بتاعي او التركيب التشريحي بتاعي هيتأثر. اول حاجة عندي في اللمعان بيقول يتميز رايون الفسكوز بلمعان يفوق الحرير الطبيعي، وتختلف درجة اللمعة باختلاف طريقة الغزل. يعني معنى كده ان رايز الفسكوز ذو لمعان شديد. يعني لو جالي صح او غلط، رايون الفسكوز لا يوجد به لمعان، طبعا اقول غلط لانه بيفوق الحرير الطبيعي في اللمعان. طيب بنقول الا بان انه ايه؟ في بعض الاحيان اللمعان ده بيبقى غير مرغوب. يعني انا في بعض الاستخدامات انا ما ببقاش عايزة لمعان شديد، فبعمل ايه؟ بيتم إضافة أكسيد التيتان لتقليل اللمعان. يبقى أنا في بعض الأحيان أنا مش عايزة اللمعان الشديد ده، بيبقى غير مرغوب في وجوده، فبعمل إيه؟ بيتم إضافة أكسيد التيتان لتقليل اللمعان. وهنا ممكن نجيب سؤال إن هو ممكن يجي لي أعلل،
بيقول لي كمان كما ان الصبغات بتقلل من اللمعان، يعني انا لما بصبغ كمان الخامه ده بيقلل لي فيه اللمعان. بس ناخد بالنا احنا بنضيف اكسيد التيتان ليه؟ للتقليل من درجه اللمعان. ايوه ادي السؤال العلل اهو، استخدام اكسيد التيتان مع رايون الفسكوز. احنا ليه بضيف اكسيد التيتان؟ ايوه اتفقنا ان احنا بنضيفه ليه، انتوا اللي هتجاوبوا بقى، لتقليل شده لمعان رايون الفسكوز. يبقى اول خاصيه خدناها من خواص رايون الفسكوز، اتكلمنا الاول عن التركيب التشريحي وقلنا ان في مجموعه من الانسيناءات والالتواءات لازم هتاثر لي في الخواص، واتكلمنا اول حاجه عن خاصيه اللمعان وقلنا ان هو شديد اللمعان لدرجة تفوق الحرير الطبيعي، وفي بعض الأحيان بيبقى اللمعان ده غير مرغوب. وهنا قلت إن في ممكن يجي لي سؤال استخدام أكسيد التيتان مع رايون الفسكوز، فطبعا الإجابة هتكون لتقليل شدة اللمعان أو لتقليل لمعان رايون الفسكوز. طيب تاني حاجة في الخواص بتاعتي هي المتانة والاستطالة. المتانة والاستطالة، طبعا احنا عارفين المتانة والاستطالة دايما بيبقوا مرتبطين ببعض. يبقى الشرح بتاعها بيقول لي ايه؟ بيتباين رايون الفسكوز في المتانة والاستطالة. يتباين رايون الفسكوز في المتانة والاستطالة، فكلما زادت المتانة قلت الاستطالة، يعني الاتنين بيتباينوا مع بعض. طب هتقل متانة رايون الفسكوز امتى؟ بيقول لي بالبلل. يبقى انا عندي متانة رايون الفسكوز بتقل بالبلل، تفتكروا ليه؟ يبقى اكيد هو شديد امتصاص الماء، علشان كده بيعمل لي عملية ايه؟ بيقل فيه المتانة نتيجة امتصاصه للماء. يبقى أول حاجة خدنا اللمعان وقلت إن الخواص الطبيعية دي من الحاجات المهمة جدا. الخواص الطبيعية دي يا شباب احنا ما نقدرش نلعب فيها لأنها حاجات من عند ربنا. فقلت أول حاجة اللمعان رايون الفسكوز قلنا بيتميز بإيه؟ باللمعان الشديد الذي يفوق الحرير الطبيعي. في بعض الأحيان أنا مش محتاجة اللمعان الشديد، فبعمل إيه؟ بضيف أكسيد التيتان عشان يقلل لي من درجة اللمعان. كملنا بعد كده في الخواص وقلنا الايه؟ المتانة والاستطالة، وقلت ان هما متباينين مع بعض، واحدة بتزيد التانية بتقل. طب انا عندي عايزة اعرف المتانة في رايون الفسكوز بتقل بايه؟ بايوه بتقل بالبلل، يبقى معنى كده ان هو عنده قدرة على امتصاص الماء، مما يجعل الالياف بيحصل لها ايه؟ بتقل في المتانة. بتقل في المتانة، يعني لو جه قال لي سؤال علل رايون الفسكوز بتقل متانته بالبلل، اقول انا ايه؟ لانه شديد امتصاص للماء، شديد الامتصاص للماء او للرطوبه. طيب نكمل مع بعض وناخد رقم 3 العزل الكهربائي. احنا لسه قايلين معلومه دلوقتي مهمه جدا، قلنا ان هو بيمتص ميه كتير. طب انتم متخيلين ان الخامه اللي تمتص ميه هيبقى عندها القدره على العزل الكهربائي؟ اكيد طبعا لا. يبقى طبيعي لا يصلح لاستعمال العزل الحراري، اي اعمال كهربائيه ما ينفعش فيها رايون الفسكوز. ليه؟ لانه شديد الامتصاص للرطوبه او لانه شديد الامتصاص للماء. يبقى عندي رقم 3 اهي العزل الكهربائي. بيقول لي في ايه العزل الكهربائي؟ يعتبر الفسكوز شديد الامتصاص للرطوبه زي ما احنا اتفقنا، وبما انه شديد الامتصاص للرطوبه فهيحصل له ايه؟ ايوه هنا علل. علل ايه؟ احنا اتفقنا بتاع السؤال بتاعنا بيقول ايه؟ لا يصلح رايون الفسكوز لاعمال تتطلب العزل الكهربائي. هنا بيقول لي علل، لا يصلح رايون الفسكوز لمين؟ لاعمال تتطلب مين؟ العزل الكهربائي او العزل الكهربي. اتفقنا لانه ايه؟ شديد الامتصاص للرطوبه. يبقى الاجابه بتاعتي لانه شديد الامتصاص للرطوبه. يبقى هنا في خاصية ضاعت مننا من رايون الفسكوز، هي خاصية العزل الكهربائي أو العزل الكهربي. طيب عندي رقم 4 تأثير الحرارة والضوء. بيقول لي يقاوم الفسكوز تأثير الضوء ويتحمل، هيتحمل إيه؟ درجات الحرارة العالية لمدة قصيرة، يعني أنا ممكن أعلي درجة الحرارة رايون الفسكوز هيتحمل بس المدة إيه؟ قصيرة. تمام. نيجي بعد كده للمؤثرات الكيميائيه. ايه هي المؤثرات الكيميائيه؟ اللي هي الخواص الكيميائيه بتاعتي. يبقى احنا كده خلصنا الخواص الطبيعيه بتاعتنا. بدانا اول حاجه نراجع كده مع بعض، قلنا ايه خواص رايون الفسكوز؟ اول حاجه سائل لزج لونه برتقالي وممكن اقلل من لزوجته باضافه الصودا الكوي. تمام.
قلت بعد كده عندي كمان افخه في المواصفات بتاعته، ذو رائحه كبريتيه، وقلنا ان الرائحه الكبريتيه دي رائحه كبريتيه نفذه، تمام، دي كانت خاصيه من خواصه او صفه من صفاته. عندي ايه كمان؟ بيقول يتقلص بالاملاح والاحماض، يبقى دي كده صفات رايون الفسكوز. دخلنا في التركيب التشريحي وقلت ان هو عباره عن ايه، به انسناءات والتواءات شديده وبالتالي هتاثر معايا في الخواص. اتكلمنا عن الخواص الطبيعيه وبداناها باللمعان، وقلنا ليه بدانا باللمعان؟ لانه شديد اللمعان يفوق الحرير الطبيعي في لمعانه، لكن في بعض الاعمال انا مش محتاجه اللمعان الشديد ده. لو انا حطيت صبغات ببدا اقلل من اللمعان. طب ولو انا هستخدمه مش من غير صبغات؟ يبقى انا في الحاله دي لازم اضيف بعض المواد اللي بتقلل لي من اللمعان زي اكسيد التيتان. تمام، اتكلمنا كمان عن العزل الكهربائي، وقلت للاسف ما ينفعش معايا عزل كهربائي. ليه ما ينفعش او ليه لا يصلح لاعمال العزل الكهربائي؟ لسبب بسيط قوي، ان هو بيمتص الماء بطريقه كبيره جدا. يبقى معنى كده امتصاصه للماء والرطوبه هيخليه ما يقدرش يتعامل معانا في الاعمال الكهربائيه. طيب نكمل مع بعض بقى ونشوف الخواص الكيميائيه. اول حاجه عندي تاثير الاحماض. عايزين ناخد مبدا كده عام في الخامات، اي احماض، اي قلويات، اي مواد مؤكسده بدام مركزه طبيعي لازم هتاثر على الخام حتى ولو لمده قليله. تمام، يبقى احنا تاني هنا مبدا نبقى متفقين عليه. لو جالي سؤال في اي امتحان وانا مش عارفه الاجابه، على طول انا حافظه الاحماض، القلويات، المواد المؤكسده، اي حاجه مادام مركزه لازم هتاثر لي على الخامه. طب ولو مخففه؟ مفيش تاثير. يبقى دي كده معلومه محفوظه عندنا، الاحماض، القلويات، مواد مؤكسده مادام مركزه لازم هتاثر لي على الخامه، اما المخففه فليس لها اي تاثير. طيب نكمل مع بعض ونشوف تاثير الاحماض بيقول لي فيه ايه. يتاثر بالاحماض المعدنيه وخاصه عند رفع ايه درجه الحراره، متحولا الى، هيتحول لايه اول ما ارفع درجه الحراره؟ الى هيدروسيليلوز عديم القوه. يبقى بيتاثر بالاحماض المعدنيه وخاصه في ايه؟ في رفع درجات الحراره، متحولا الى هيدروسيليلوز عديم القوه. طيب الاحماض العضويه لا يؤثر على الريون، لا يعني مفيش اي تاثير على ريون الفسكوز، مثل حمض الخليك. يبقى حمض الخليك ليس له تأثير، وغيره في التركيز العادي، يعني التركيز العادي أو المخفف طبعا إيه؟ لا يتأثر رايون الفسكوز. طب عندي بعد كده تأثير القلويات، زي ما اتفقنا أي حاجة مركزة لازم هتأثر. يتأثر الرايون بإيه؟ بالقلويات، ويفقد من وزنه خصوصا مع المركز منها. طب احنا اتفقنا ان فعلا المركز ده لازم هيأثر، يبقى تاني يتأثر الريون، ريون الفسكوز يعني، بالقلويات ويفقد من وزنه خصوصا مع المركز منها، حيث تعمل على تقليل قوتها وتذوب الألياف جزئيا. هتذوب الألياف جزئيا فين؟ في القلويات المركزة. ما احنا اتفقنا ان المركز لازم هيأثر لكن المخفف لا يؤثر. يبقى هنا تاني يتأثر رايون الفسكوز بالقلويات ويفقد من وزنه خصوصا مع المركز منها، حيث تعمل على تقليل ايه؟ قوتها، يعني القوة بتاعتها بتقل، وتذوب الألياف جزئيا في القلويات المركزة. طب القلويات الضعيفة؟ تمام، او المخففة احنا اتفقنا ايه؟ لا تؤثر. يبقى القلويات المركزة طبعا لازم تؤثر، اما القلويات الضعيفة لا تؤثر. طيب هناخد رقم 3، تأثير المواد المؤكسدة. يتأثر رايون الفسكوز بالمواد المؤكسدة مثل ايه؟ مثل هيبوكلورايت الصوديوم. يبقى هيبوكلورايت دي من المواد الايه؟ المؤكسدة، لذلك يستخدم في التبييض مادة ايه؟ كلوريت الصوديوم. ليه؟ لأنها لا تؤثر على الألياف. يبقى تاني تأثير المواد المؤكسدة، قلنا يتأثر رايون الفسكوز بالمواد الإيه؟ المؤكسدة، تمام، مثل إيه؟ هيبوكلورايت الصوديوم. عشان كده هيبوكلورايت الصوديوم دي ما تنفعش في التبييض مع رايون الفسكوز، فهنستخدم بدل منها إيه بقى في التبييض؟ هنستخدم مادة كلوريت الصوديوم. ليه؟ لأنها دون تأثير على الألياف. طب يجي لي هنا سؤال، علل، يستخدم
ماء الاكسجين او كلوريت الصوديوم في التبييض، لان احنا اتفقنا ان ايه، ايوه هيكون ايه، ليس لها تأثير، يبقى لها ليس لها اي تأثير على الخام. نكمل مع بعض وناخد تأثير الصبغات. يصبغ ريون الفسكوز بنفس صبغات القطن، يبقى الصبغة اللي بتصبغ القطن هي نفس الصبغة اللي بتصبغ ريون الفسكوز. وله ايه، قابلية شديدة على امتصاص الرطوبة والصبغات. طبيعي احنا متفقين ان الرطوبة عنده بيمتص، يبقى طبيعي لازم هيمتص الصبغات. عشان كده هنعمل ايه بقى؟ عفوا، هنعمل ايه؟ هنضيف بعض المواد التي تقلل من السرعة. يعني انا دلوقتي اول ما احط الخامة في الصبغة هو بيمتصها بسهولة، فهلاقيها كلها تتجه مرة واحدة، طبعا هتعمل لي عملية تلطيش وده ما ينفعش. يبقى انا لازم احط بعض المواد اللي بتقلل منين؟ من سرعة الامتصاص. يبقى تاني، تأثير الصبغات، بيصبغ رايون الفسكوز بنفس صبغات القطن وله قابلية شديدة على امتصاص الصبغات، لذلك يجب إضافة بعض المواد التي تقلل من سرعة الامتصاص. عايزين بقى نعرف استخدامات رايون الفسكوز. أول حاجة عندي، يستخدم رايون الفسكوز في إيه؟ في صناعة الملابس الداخلية والخارجية للسيدات. كمان بيستخدم في صناعة أقمشة الجبردين والأقمشة المخلوطة، يعني أنا ممكن أضيفه مع بعض الخامات وأطلع قماشة مخلوطة. ده شكل لرايون الفسكوز بعد ما اتصنع اهو لنوع من انواع الاقمشة، وده شكل اهو لاستخدامه في الملابس. يبقى احنا استخدمناه في الاقمشة واستخدمناه كمان في الملابس. نكمل مع بعض وهنشوف هنا، ده فيديو بيوضح لي طريقة تحضير رايون الفسكوز. اهو سائل لزج اهو احنا شايفينه اللي خارج من المبسم ده، اهو في الكوبايه اهو اللي قدامي، سائل لزج لونه برتقالي اهو، بدا يحطه اهو عشان يحطه في حمام التقلص بتاعي، اهو حطه في المبسم، خد السائل. طبعا احنا شايفينه لابس كمامه لانه طبعا رائحته كبريتيه نفاذه. اهو حطه اهو في حمام التقلص وبدأ يسحب الخامة بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو، وبدأ يلفها. طبعا كل ما بيسحب كل ما بيأثر لي في دقة الشعيرة. ادي اهو ماشية لفة اهي، سحبها قدامنا زي ما احنا شايفين لغاية ما بتوصل للطيار في الآخر. عفوا، اهو وصلنا في الآخر اهو لغاية الطيار. تمام، اهو طول ما هو شغال زي ما احنا شايفين اهو بيسحب الخيوط بتاعتي. طبعا هي مرت تحت في حمام التقلص، احنا شايفينها اهو من تحت بالميكروسكوب، اهو شايفين الخيوط اهي طالعه قدامنا من المبسم في حمام التقلص زي ما احنا شايفين اهو. طيب يبقى احنا خدنا كده رايون الفسكوز وخلصناه. اول خامه اتكلمنا عنها في الالياف الصناعيه التحويليه بتاعتي، قلنا ان هي رايون الفسكوز. اتكلمنا عن ماده الاساس بتاعها اللي هو لب الخشب، وقلنا ان الاساس فيها سيلولوز، وقلنا ان احنا اخترنا لب الخشب عشان قلنا ان هو ماده ايه، رخيصه الثمن. اتكلمنا عن مواصفاته وقلنا صفاته. اول حاجه عندي ان هو سائل لزج لونه برتقالي، قلت ان هو اللزوجه دي ممكن اتحكم فيها عن طريق اضافه الصودا الكوي. واتكلمت كمان عن انه ليه رائحه كبريتيه، والرائحه الكبريتيه دي بتبقى رائحه نفاذه اثناء عمليه التشغيل او التحضير. وخدنا خواصه واتكلمنا عليها. هنبدا دلوقتي ونكمل رايون الاسيتات اهو. عفوا، رايون الاسيتات يعتبر ثاني الخامات النسيجيه في الاهميه،
ويتكون الأسيتات من تحويل، من تحويل إيه؟ سيلولوز الخشب إلى صورة مختلفة. يمكن إيه؟ غزلها باستخدام حامض الخليج. يبقى أنا عن طريق حامض الخليج بيتم إضافته لغزل رايون الأسيتات. يبقى تاني، رايون الأسيتات يعتبر ثاني الخامات النسجية في الأهمية، ويتكون الأسيتات من تحويل سيلولوز الخشب إلى صورة مختلفة يمكن غزلها باستخدام حامض الخليج. هنبدأ ونشوف التركيب التشريحي. التركيب التشريحي لرايون الأسيتات هنلاقيه يختلف عن التركيب التشريحي لرايون الفسكوز. عندي التركيب التشريحي بتاعي لرايون الأسيتات، القطاع العرضي بيخلو من التجعدات، يبقى بيتميز بخلوه من التجعدات وهي غير تامة الاستدارة، وتظهر الشعيرات عادة سميكة. عادة الشعيرات عندي بتظهر سميكة. ده شكل للقطاع العرضي لرايون الأسيتات. زي ما احنا شايفين اهو، يعتبر خالي من التجعدات، مفيهوش انسناءات كتيرة زي رايون الفسكوز. زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده اللي قدامنا. طبعا احنا اتفقنا ان شكل القطاع العرضي بتاعي او التركيب التشريحي بيأثر معايا في الخواص بتاعتي. طيب هبدأ اول حاجة بالخواص الطبيعية. اول حاجة طول الالياف، قد يكون على صورة الياف مستمرة او شعيرات قصيرة، ويمكن التحكم في طول الشعيرات اثناء عملية الغزل، ويتم استخدامه مع بعض الخامات مثل الصوف. يبقى تاني، قد يكون على صورة الياف مستمرة. الياف مستمرة دي يعني شعيرات طويلة او شعيرات قصيرة، ويمكن التحكم في طول الشعيرات اثناء عملية الغزل، ويتم استخدامه مع بعض الخامات مثل الصوف. هناخد رقم 2، الرطوبة. يحتفظ رايون الأسيتات بجانب كبير من قوته، وذلك لقلة امتصاصه للماء والرطوبة. نقارن كده بسرعة ما بينه وما بين رايون الأسيتات، هلاقي ان في ايه؟ رايون الأسيتات ورايون الفسكوز. عندي رايون الفسكوز قلنا ان هو بيمتص الماء والرطوبة جدا، لكن اهو رايون الأسيتات بيحتفظ رايون الأسيتات بجانب كبير من قوته. ليه؟ لقلة امتصاصه للرطوبة. ويجي لي هنا سؤال علل. يحتفظ رايون الأسيتات بقوته في الماء، يعني هو لو اتحط في المية هنلاقيه بيحتفظ بقوته. يبقى الإجابة عندي لإيه؟ لقلة انتفاخه بالماء أو لقلة امتصاصه للماء. يبقى لأنه بيمتص المية بكمية قليلة بيحصل له عملية قوة في المتانة. يبقى أنا عندي ده كده فرق جوهري ما بين رايون الأسيتات ورايون الفسكوز. نعمل مقارنة سريعة كده ما بينهم، إن رايون الفسكوز اتفقنا إن هو إيه؟ شديد امتصاص للرطوبة، ولذلك لا يصلح لعمل الإيه؟ العزل الكهربائي. بعكس رايون الأسيتات، رايون الأسيتات إيه؟ لا يمتص الرطوبة وبيحتفظ بقوته. ليه بيحتفظ بقوته؟ لأنه قليل الامتصاص للرطوبة والماء. من هنا نقدر نستنتج إن كده رايون الأسيتات أنا ممكن أستخدمه في إيه؟ في أعمال العزل الكهربائي اللي أنا ما عرفتش أستخدمها مع مين؟ مع رايون الفسكوز. طب نكمل مع بعض ونشوف رقم 3، اللمعان. يتصف رايون الأسيتات باللمعان الشديد، وإيه؟ والألياف القصيرة أقل لمعانا من الألياف المستمرة. تمام، يبقى رايون الأسيتات بيتميز برضو بلمعان شديد زي رايون الفسكوز، ولكن الألياف القصيرة منه أقل لمعانا من الألياف المستمرة. عندي رقم 4، المرونة. يتميز رايون الأسيتات بمرونة أكبر، مرونته أكبر منين؟ من القطن والفسكوز، ولذلك يتميز بخاصية الرجوعية عند إزالة الشد، ولذلك يستخدم في إنتاج خيوط الكرب. يعني إيه خاصية الرجوعية دي؟ يعني أنا لو شديت الخامة بتبدأ ترجع الخامة لوضعها الأساسي. يبقى معنى كده رايون الأسيتات في مطاطية وفي نسبة رجوعية، بحيث ان انا لو شديت الخامة بترجع لمكانها تاني، ودي ميزة تميز بيها رايون الاسيتات، وعلشان كده استخدمناها فين؟ في اقمشة الكريب نتيجة للايه؟ للمطاطية بتاعته.
طيب نكمل مع بعض واشوف رقم 5، العزل الكهربائي. العزل الكهربائي هنا من غير ما نبص على الشرح بتاعه، احنا اتفقنا ما بيمتصش للرطوبه، يبقى طبيعي هيصلح لاعمال العزل الكهربائي. طيب نشوف بقى يقول ايه. يمتاز رايون الاسيتات بايه؟ بقدرته الفائقه على العزل الكهربائي. يتميز رايون الاسيتات بقدرته الفائقه عن العلمين على اعمال الايه؟ العزل الكهربائي، بخلاف رايون الفسكوس. طب لو جالنا سؤال علل وقال لنا ليه؟ هنقوله ليه؟ ايوه لانه قليل الامتصاص للرطوبه او قليل الامتصاص للماء. طيب يبقى لي هنا سؤال اهو علل اللي انا لسه قايله عليه دلوقتي. بيقول لي ايه علل؟ يستخدم رايون الاسيتات في تغطيه الاسلاك. الاجابه بتاعتي ايوه، وذلك لقدرته على العزل الكهربائي. يبقى تاني، يستخدم رايون الاسيتات في تغطيه الاسلاك ليه؟ وذلك لقدرته على العزل الكهربائي. يبقى دي صفه من الصفات اللي موجوده في رايون الاسيتات وما كانتش موجوده في رايون الفسكوز. طيب نكمل مع بعض ونشوف تاثير الحراره. يتميز رايون الاسيتات بانه ثيرموبلاستيك، جاي من البلاستيك يعني، اي يتعجن بالحراره عند درجه 90 درجه مئويه. يبقى بيتعجن لو انا وصلت درجه الحراره 90 هيتعجن بالحراره. الخاصيه دي اسمها خاصيه الثيرموبلاستيك، ولذلك يتميز بايه؟ بالقصر الثابته. وعند رفع درجة الحرارة تبدأ الألياف في الانصهار، تبدأ الألياف في الانصهار، يعني وصلت خلاص للثيرموبلاستيك وتعجنت، ده أنا كمان لو زودت درجة الحرارة هتعمل عملية انصهار. المؤثرات الكيميائية، طب إيه المؤثرات الكيميائية؟ اتفقنا اللي هي الخصائص الكيميائية بتاعتي. يبقى إحنا كده خلصنا الخواص الطبيعية بتاعتي كلها بتاعت رايون الأسيتات. اتفقنا أول حاجة قلنا في منه طويل وفي منه قصير، وقلنا ان الشعيرات الطويله اكثر لمعانا من الشعيرات القصيره، يعني كل ما الشعره بتبقى طويله بتبقى اكثر في اللمعان. اتكلمنا كمان عن اللمعان وقلنا ان برضه ان هو بيتميز باللمعان، وقلنا ان هو قليل الامتصاص للرطوبه لذلك بيتميز بالمتانه، عشان كده عنده متانه اعلى من رايون الفسكوز عشان قليل الامتصاص للرطوبه والماء. وقلنا كمان بما انه قليل الامتصاص للرطوبه والماء يصلح لاعمال الاسلاك الكهربائيه او الاعمال الكهربائيه عامه. تمام؟ طيب وخدنا ايه كمان عنه؟ خدنا عنه من الحراره ان في خاصيه مهمه جدا اسمها الثيرموبلاستيك. ايه الثيرموبلاستيك دي؟ خاصيه التعجن بالحراره. لو وصلنا لدرجه حراره 90 بيبدا يتعجن. عشان كده انا ممكن استخدم الخاصيه دي واعمل منه حاجات ثابته اللي هي القصر الايه؟ الثابته اللي موجوده مثلا في الستاير. هنلاقيه طبعا بيستخدم في ايه؟ في عمل الستاير. وبعد كده هنكمل وناخد الخواص الكيميائيه بتاعتي، تاثير احماض، قلويات، مواد مؤكسده وهكذا. بس ناخد بالنا نفس القاعده ثابته، المركز وارتفاع درجات حراره لازم يؤثر، المخفف لا يؤثر. اول حاجه عندنا احنا هنا تاثير الاحماض. بتقول لي ايه تاثير الاحماض بقى؟ بيقول لي الأحماض المعدنية المخففة لا تؤثر، ما احنا اتفقنا أي حاجة مخففة لا تؤثر. أما الأحماض المعدنية المركزة تؤدي إلى إيه؟ إلى ضعف في الخامة. يبقى معنى كده بتعمل لي عملية ضعف فين؟ في الخامة. طيب وإيه كمان؟ بيقول لي الأحماض العضوية دي بتدوب الخامة، تذيب الخامة، يعني الأحماض العضوية لو أنا حطيتها بتبدأ تعمل عملية ذوبان. يبقى تاني تأثير الأحماض، الأحماض المعدنية المخففة لا تؤثر، الأحماض المعدنية المركزة تؤدي إلى ضعف في الخامة، أما الأحماض العضوية بتذيب الخامة. نكمل ونشوف تأثير القلويات. يقاوم رايون الأسيتات القلويات الضعيفة أو المخففة طبعا، مثل إيه؟ مثل كربونات الصوديوم. يبقى أنا اتفقنا إن أي حاجة مخففة لا تؤثر، يبقى أهو رايون الاسيتات بيقاوم القلويات الضعيفة او المخففة مثل كربونات الصوديوم. اما القلويات المتوسطة والشديدة بتعمل ايه؟ بتحدث تلف في الالياف. تمام كده؟ طب نكمل ونشوف تأثير المواد المؤكسدة. تأثير المواد المؤكسدة.
يتأثر ريون الأسيتات بالمواد. المواد إيه؟ طبيعي المواد المؤكسدة. أنهي نوع؟ اتفقنا المواد المؤكسدة القوية. المواد المؤكسدة القوية هي اللي بتؤثر في ريون الأسيتات. طيب أمال إيه تأثير الأصباغ بقى اللي هي الصبغة؟ أيوة، لا يمتص الأسيتات الصبغات العادية، ما احنا اتفقنا إن هو ما عندوش القدرة على الامتصاص. استخدامات ريون الأسيتات، عايزين نشوف ريون الأسيتات ممكن يستخدم في إيه؟ بيستخدم في أقمشة السيدات الخفيفة والقمصان الرجالي، دي كده من استخدامات ريون الأسيتات. وإيه كمان؟ أيوة، إنتاج الستائر لتميزه بإيه؟ بخاصية التعجن بالحرارة اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي اسمها السيرمو بلاستيك. ده شكل أهو لأقمشة الريون الأسيتات، وادي شكل نوع تاني من انواع الاقمشه، قمصان رجالي اهي. ودي كمان استخداماته في الستاير، طبعا بنبقى محتاجين في الستاير القصر الثابت اهو بالشكل ده. يبقى احنا كمان خلصنا خامه ريون الاسيتات، بدانا بالخواص بتاعتها كلها، وخلصنا اتكلمنا عنها كلها، عن خواصها من ناحيه اللمعان، المرونه، المتانه، وقلنا ان فيها خاصيه جميله جدا هي خاصيه الرجوعيه، وقلنا علشان كده بنستخدمها في اقمشه الكريب. اتكلمنا كمان عن خواصها، وقلنا ان هو القطاع العرضي بتاعه غير تم الاستداره، ما فيهوش اي انسناءات ولا انحناءات، فده طبعا اثر معايا في الخواص الطبيعيه بتاعتي. اتكلمنا عن الامتصاص، وقلنا ان هو قليل الامتصاص للرطوبه، وبالتالي لا يصبغ بالصبغات العاديه. قلنا كمان ان في منه طويل وقصير، وقلنا ان الارياف الطويله منه ذات لمعان اعلى من الارياف القصيره. قلنا انه بيتميز بخاصيه مهمه اسمها خاصيه السيرموبلاستيك، اللي هو بيتعجن عند درجه حراره 90، وعشان كده بنستخدمه في القصر الثابته. كل دي كانت خواص اتكلمنا فيها عن رايون الاسيتات. يبقى لو حبينا نعمل مقارنه سريعه ما بين رايون الفسكوز ورايون الاسيتات، هنتكلم عن القطاع العرضي، هقول رايون الفسكوز فيه انحناءات وانسناءات، رايون الاسيتات ما فيهوش، يخلو من التجعدات وغير تام الاستدارة. لو اتكلمنا عن الامتصاص، هقول ان الامتصاص في رايون الفسكوز عالي جدا، بيمتص الماء والرطوبة بدرجة عالية، اما رايون الاسيتات لا يمتص، عشان كده بيحتفظ بمتانته. طبعا رايون الفسكوز بتقل متانته عشان بتزيد من ايه؟ الامتصاص للرطوبة. لو اتكلمنا عن الاعمال الكهربائية، هلاقي ان رايون الفسكوز لا يصلح للاعمال الكهربائية، اما رايون الاسيتات يصلح. ليه؟ لان رايون الفسكوز يمتص بقدره كبيره جدا للماء والرطوبه، اما رايون الفسكوز لا يمتص الماء بشده زي رايون الفسكوز. حاول دايما واحنا بنذاكر الخامات نعمل مقارنه ما بين الخامات، هنلاقي على طول تركز معانا. انا عارفه ان هي بتبقى ماده صعبه علينا ومحتاجه جزء كبير من الحفظ، لكن لو احنا فهمناها كده وعملناها زي شكل جدول مقارنه، نحط الخواص الطبيعيه الناحيه دي والخواص الطبيعيه الناحيه دي، ونبدا نتكلم الخامه الاولى والخامه الثانيه، هنلاقيها سهله جدا، خصوصا ان احنا بناخد مثلا الخامات بتاعتي الياف تخليقيه صناعيه تخليقيه والياف صناعيه تحويليه مع بعض، باكج مع بعض، يعني دول ثلاثه ودول اثنين. يبقى معنى كده لو احنا بنذاكر وحاولنا ان احنا نحطهم مع بعض في شكل مقارنه، هنلاقيها سهله جدا. طيب عايزين نشوف كمان مجموعه من الاسئله، ما انا دلوقتي ما اقدرش اقول ان انا خلصت الجزء غير لما الاقي نفسي قادره احل الاسئله اللي عليه. طيب نبص كده للاسئله بتاعتنا ونشوف اول نوع من انواع الاسئله. هناخد اسئله هامه جدا على رايون الاسيتات. اول سؤال عندي، واللي دايما بيجي لي في الامتحانات عشان النظام الامريكي كله امتحانات نظام امريكي، اكمل واختار ووصل، وصعب جدا لما بيجي اسئله دلوقتي نظري. السؤال الاولاني بيقول لي اكمل ما ياتي بكلمه مناسبه. نشوف كده، أول حاجة عندي الأحماض المعدنية نقط تؤدي إلى ضعف في الخامة، بينما الأحماض نقط تذيب الخامة. يبقى تاني السؤال بيقول لي الأحماض المعدنية نقط تؤدي إلى ضعف في الخامة، بينما الأحماض نقط تذيب الخامة. يبقى احنا لازم نحط النوع، هنا الأحماض إيه وهنا الأحماض إيه. تمام، أهو السؤال الأولاني كان نصه الأولاني أهو، الأحماض المعدنية المركزة أيوة تؤدي إلى ضعف في الخامة، بينما الأحماض العضوية بتذيب الخامة. يبقى هنا الأحماض المعدنية المركزة بتؤدي إلى ضعف في الخامة، بينما الأحماض العضوية هي التي تذيب الخامة.
نكمل مع بعض السؤال التاني. يتصف رايون الأسيتات باللمعان نقط، والألياف نقط أقل لمعانا من الألياف نقط. تاني، عايزين برضو نحدد الكلمة اللي ناقصة قبل ما نشوف الإجابة. يتصف رايون الأسيتات باللمعان نقط، احنا اتفقنا ان هو لمعان ايه برضو زي نور الفسكوز برضو، لا يعني لمعان ايه شديد، والألياف نقط أقل لمعانا من الألياف نقط. قلناها كذا مرة واحنا شغالين ان الألياف الايه انهي فيهم أقل. تمام، الألياف القصيرة أقل من الألياف المستمرة، أو العكس، الألياف المستمرة أكتر من الألياف القصيرة. طب نشوف الإجابة مع بعض أهو. يتصف رايون الأسيتات باللمعان الشديد، يتصف رايون الأسيتات باللمعان الشديد، والألياف القصيرة أقل لمعانا، أقل لمعانا من مين؟ من الألياف المستمرة. يبقى تاني، يتصف رايون الأسيتات باللمعان الشديد، والألياف القصيرة أقل لمعانا من الألياف المستمرة. طيب هنا نوعية تانية من الأسئلة، ضع علامة صح أو غلط. النقطة الأولانية بتقول لي يمتص رايون الأسيتات الصبغات التي تصبغ القطن. نفتكر كده، نسترجع كده معلوماتنا، هنلاقي ان رايون الفسكوز هو اللي انا قلت عليه ان هو بيتصبغ بنفس صبغات القطن، لكن انا قلت على رايون الاستات حاجة تانية. نحاول نركز كده ونفتكرها. رقم 2، الاحماض المعدنية المخففة تؤثر بشدة على رايون الاسيتات. برضو نفتكر كده، انا قلت ايه على المخفف والمركز، نركز كده قبل ما اقول الاجابة. طيب السؤال الثالث، الالياف المستمرة من رايون الاسيتات اكثر لمعانا. هي عايزين نحدد بقى انهي سؤال صح وانهي سؤال غلط. تمام، لا انا شفت اهو ان شاء الله كلكم هتجاوبوا صح. السؤال الاولاني طبعا كان غلط، يمتص رايون الاسيتات الصبغات التي تصبغ القطن. طبعا قلنا غلط. ليه قلنا غلط؟ حد يفتكر كده؟ لان هو صعب الامتصاص للماء والرطوبه، علشان كده ما كانش ينفع يتصبغ بالصبغات العاديه. لكن رايون الفسكوز عشان شديد الامتصاص، ده احنا كنا بنحط له بعض المواد اللي بتقلل امتصاصه للصبغات عشان ما تعملناش عمليه تلطيش، فطبيعي ان هو يتصبغ بالصبغات العاديه. لكن رايون الفسكوز لا يصبغ بصبغات القطن او الصبغات العاديه. رقم 2، الاحماض المعدنيه المخففه تؤثر بشده على رايون الاسيتات. واحنا اتفقنا على ايه؟ احنا اتفقنا ان اي حاجه مركزه هي التي تؤثر، واي حاجه مخففه لا تؤثر. يبقى هنا لما جه قال لي الاحماض المعدنيه المخففه تؤثر بشده على رايون الاسيتات، طبعا الاجابه هتكون غلط. ليه غلط؟ لان الاحماض المعدنيه المخففه لا تؤثر على رايون الاسيتات. دايما لما يبقى في عندي صح وغلط لازم اقول الغلط ليه، ابقى فاهمه ايه الصح بتاعه. طيب رقم 3، قال الالياف المستمره من رايون الاسيتات اكثر لمعانا. تمام، احنا فعلا واحنا بنشرح قلنا ان الالياف المستمره اكثر لمعانا من الالياف القصيره. الالياف القصيره بتكون اقل في اللمعان، اما الالياف المستمره او الالياف الطويله بتبقى اكثر في اللمعان. طيب دي كانت اسئله رايون الاسيتات. عايزين بقى نشوف مجموعه برضو من الاسئله على رايون الفسكوز. اول سؤال عندي هنا كان علل، علل ايه؟ اضافة مواد مساعدة عند صباغة مين؟ رايون الفسكوز. احنا اتفقنا ان رايون الفسكوز بيمتص بطريقة رهيبة جدا، فطبيعي اول ما احطه في الصبغة هلاقيه على طول بيتجه، الصبغة كلها بتتجه ليه، وبالتالي بيحصل عملية تلطيش. فعلشان كده لازم نضيف بعض المواد المساعدة. المواد المساعدة دي هتعمل ايه؟ هتقلل في سرعة امتصاصه للصبغة. انا عايزة الخامة تمتص براحتها الصبغة عشان اخد منها اللون اللي انا عايزاه. لكن لو الخامة الجزيئات بتاعتها اتجهت مباشرة بسرعة على الخامة، طبيعي هتعمل لي عملية تلطيش، هلاقي حتت غامقة جدا وحتت فاتحة. لا، انا عايزة الجزيئات تتجه براحتها للخامة ويبدأ يمتصها بسهولة. يبقى علشان كده بنضيف بعض المواد اللي بتقلل من ايه؟ من سرعة الامتصاص. يبقى الإجابة بتاعتي ليه؟ لأنها تعمل على تقليل سرعة الامتصاص، بتعمل
على تقليل سرعة الامتصاص للصبغات. طيب أكمل ما يأتي بكلمة مناسبة. هنبدأ نوعية تانية من الأسئلة على مين؟ على رايون الفسكوز، اسمها أكمل ما يأتي. السؤال الأولاني بيقول لي إيه؟ يتباين رايون الفسكوز في نقط، في نقط والاستطالة. لو انتوا خدتوا بالكم ان احنا قلنا في اتنين مرتبطين ببعض، في نقط ايه والاستطالة، والراين المستخدم في نقط يتصف بمتانة متوسطة. تاني، يتباين رايون الفسكوز في نقط والاستطالة، يعني في خاصية معاه مع الاستطالة، والراين المستخدم في نقط يتصف بمتانة متوسطة. نراجع كده اللي احنا قلناه كله. طيب السؤال الثاني، يتأثر رايون الفسكوز بالمواد المؤكسدة مثل نقط. عايزين نعرف ايه هي المواد المؤكسدة اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا ان هي بتأثر على رايون الفسكوز، وعلشان كده احنا بنستغنى عنها وبنستخدم حاجة تانية في عملية التبييض. طيب الإجابة، يتباين، أيوة يتباين مين؟ رايون الفسكوز في المتانة والاستطالة، تمام؟ والرايون المستخدم في الملابس يتميز بإيه أو يتصف بإيه؟ بمتانة متوسطة. يتباين رايون الفسكوز في إيه؟ في المتانة والاستطالة، يعني واحدة بتزيد التانية بتقل. والرايون المستخدم في الملابس بيتصف بإيه؟ بمتانة متوسطة. يتأثر رايون الفسكوز بمين؟ بالمواد المؤكسدة مثل إيه؟ هيبوكلورايت الصوديوم، تمام. وعلشان كده إحنا قلنا بنستخدم إيه في التبييض؟ ما استخدمش بقى هيبوكلورايت الصوديوم لأنه بيتأثر بيه، فبنستخدم إيه؟ كلوريد الصوديوم أو ماء الأكسجين. يبقى إحنا هنا ده كان أكمل بتاع رايون الفسكوز. طيب قبل ما ناخد أسئلة المراجعة عايزين كده نستعرض بسرعة اللي احنا خدناه. خدنا رايون الفسكوز وخدنا رايون الأسيتات، وقلت عايزين نعمل مقارنة ما بينهم. المقارنة دي هنقارنها من ناحية ايه؟ الصفات. هقول مواصفات رايون الفسكوز ايه، مواصفات رايون الأسيتات ايه، هقول الخواص الطبيعية لرايون الفسكوز والخواص الطبيعية لرايون الأسيتات. طيب نكمل مع بعض الأسئلة بتاعتنا. السؤال الأولاني بيقول لي اكتب اسم الخاصية التي يعبر عنها التعريف الآتي. احنا هنا عكسنا، عكسنا ازاي؟ بدل ما اجيب قلنا ان فيها يتصف رايون الأسيتات باللمعان الشديد، يتصف رايون الأسيتات باللمعان الشديد. طب ما احنا هنا اتفقنا ان انا عندي اللمعان الشديد دوت، عندي رايون الفسكوز بيتصف باللمعان وبرضو رايون الأسيتات بيتصف باللمعان، لكن في رايون الفسكوز قلنا ان لمعانه شديد جدا وعلشان كده بنضيف اكسيد التيتان لتقليل مين؟ اللمعان. رايون الأسيتات كان يعتبر لمعانه معقول، فعشان كده ما كنش بنضيف له مجموعة من المواد عشان تقلل في اللمعان. نفتكر كده احنا كنا بنقول الخاصية دي اسمها ايه؟ دي كده كانت اول سؤال، يتصف رايون الأسيتات باللمعان الشديد. عايزين نعرف احنا هنا بنتكلم عن خاصية ايه. طيب النقطة الثانية، الاحماض المعدنية المخففة ليس لها تأثير على رايون الأسيتات. عايزين نعرف برضو دي كانت خاصة بخاصية ايه او تأثير الخواص ايه. تاني، الاحماض المعدنية المخففة ليس لها تأثير على رايون الاسيتات. يبقى كانت النقطة الاولانية اسم الخاصية الاولى، يتصف رايون الاسيتات باللمعان الشديد. الخاصية التانية كانت الاحماض المعدنية المخففة ليس لها تأثير على رايون الاسيتات. النقطة رقم جيم او السؤال التالت، لا يصلح رايون الفسكوز لأعمال العزل الكهربي. لا يصلح رايون الفسكوز لأعمال العزل الكهربي بتاعي، ودي احنا قلنا واتكلمنا عنها ليه. النقطة اللي بعد كده، يتحول رايون الفسكوز إلى هيدروسيلولوز عديم القوة. يتحول
رايون الفسكوز إلى هيدرو سيليلوز عديم القوة. والنقطة الثالثة، يتم صباغة، يعني يصبغ الفسكوز بنفس صبغات القطن. تاني رقم جيم، لا يصلح رايون الفسكوز لأعمال العزل الكهربي. النقطة اللي بعدها، يتحول رايون الفسكوز إلى هيدرو سيليلوز عديم القوة. والنقطة الثالثة، يصبغ الفسكوز بنفس صبغات القطن. دي كانت مجموعة من الأسئلة عايزين إجابات عنها. طبعا المفروض انتوا بتقروا الأسئلة وترجعوا لنا فيها بالإجابات عشان نشوف ماشية معانا الدنيا إيه، وطبعا هنرد على إجاباتكم واستفساراتكم. تاني احنا خدنا النهاردة، نعمل مراجعة سريعة كده على اللي احنا خدناه. خدنا رايون الفسكوز وخدنا رايون الأسيتات، خدنا رايون الفسكوز ورايون الأسيتات، خدنا كل ما يخص رايون الفسكوز وخدنا كل ما يخص رايون الأسيتات، من أول المواصفات، خواص طبيعية، خواص كيميائية واستخدامات. كمان خدنا فيديو أو عرضنا فيديو يوضح لي طريقة غزل خيوط أو خامة رايون الفسكوز. يا ريت نكون استفدنا بالحلقة بتاعتنا النهاردة، وإحنا دلوقتي وصلنا خلاص لنهاية وقتنا. طبعا الوقت بيمر معاكم بسرعة، اتمنى ان انتوا تبعتوا لي اجابات الاسئله وتتواصلوا معانا دايما على قناتنا، قناه اليوتيوب للتعليم الفني. في انتظار اسئلتكم للرد عليها. بشكر جميع العاملين في القطاع على تعبهم معانا، بشكر جميع العاملين في الاستوديو على تعبهم معانا، وبشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.